قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن ننتقل إلى كلمة الدكتور محمد الشيبة الناقد الجمالي والفيلسوف المغربي الذي نفتخر به في هذه المؤسسة العجيبة. عشرات من الصفحات، مما يعني أن الجهد العلمي الكامل
لن أعود إلا إلى هذه الكتب وإلى مضامينها وإلى الرؤية التي اشتغل بها وعليها في هذه الإصدارات. لا تفوت الفرصة إلى أنبه إلى أن أستاذ إسماعيل المساوي في علاقته مع الكتب التي تمثل ذاكرة سنوات الماضية، الآن يشتغل ومن حقه أن أفشل السر وأودعه بين زملائي وطلبتي، وأنه يشتغل الآن على مجال التمويلات وعلى إعادة قراءة النص القرآني، ويقدر طلبته الباحثين على خوض حمار هذا الحقل الذي لم يتم خوضه بالصورة المطلوبة. أنا بعد سنوات وربما بعد شهور سنفاجئ بحول الله بأحلام أخرى فيما يتصل بالتأويل الصوفي والتأويل بأدواته وضوابطه المنطقية الحديثة للقرآن نصا مقدسا ولمن من عريق مليء من النصوص الإبداعية الشعرية والصوفية على وجه أتم، مما يعني أن الاشتغال عنده لا يراهن فقط على درس يعاد ويستعاد عن المكروه. علاقته بهذا المنجز هي علاقة باحث بإرث مضى وانتهى الأمر فيه. أنا بالنسبة أعتقد بأن علاقته بهذا المنجز علاقة هي يمكن نحصرها بمعنى علاقة باحث بإرث مضى وانتهى. ننتظر في الشهور المقبلة بإذن الله أعمال ستكون عميقة، ولا أكون مجاملا ولا مسرفا في القول إن قلت بأن هذه الأعمال ستملأ فراغا كبيرا على مستوى الدرس التأويلي فيما يتصل بالمبنى الصوفي الذي اشتغل عليه سنوات طوال وقدم فيه تحقيقات واقترب فيه نصوص حارقة ملهمة تحمل صورا عميقة للتصوف الإسلامي ويعني أبرزها هو تصوف صوفي تصوف كسبي الذي يؤدي إلى تخوم القصوى عندما يتعلق بوحدة الوجود. له كتابات في هذا الشأن، أتمنى أن تجد طريقها إلى النشر في أقرب وقت وستكون فيها فائدة للطلبة والعموم الباحثين. فهنيئا لنا أستاذ إسماعيل المساوي وهنيئا له بهذه الكتب، وطوبى له بهذا السخاء المعرفي، وأتمنى له الصحة والعافية والزيادة من تعلم. وشكرا. شكرا لأستاذنا الدكتور محمد الشيبر على هذه المداخلة التي ذكر فيها على أهمية هذه الكتب، وأشار إلى إصدارات الدكتور إسماعيل المساوي المخبرة والتي من ضمنها أيضا ترجمة لكتاب التصوف ميشيل بيرن، وهو هذه الترجمة أيضا قيد الطرف.